ما تكون بلدان فقيرة لكن تستضيف لأنه من وراها يعني دخل، هو مو بس فقط يعني حدث ترفيهي سباق، بالعكس هو يعني أنا أقول حراك اقتصادي كبير للبلد اللي نعم. تستضيف هذا السباق. الفكر الإعلاني والدعاية أصلا موجود هو باستضافة، يعني لا تستضيف حدث فقط لأنك عم تستضيف حدث رياضي، لكن أيضا لما نقوله جولة المملكة أو جولة السعودية يعني كمان هذا حقه فلوس، صح ولا لا؟ طبعا يعني أنت يعني أنت الدعاية، يعني أنت لو تبي تسوي تروج عن عن, صحيح. عن عن بلد معين أو مدينة معينة تدفع يعني في الباصات يعني وفي الأندر جراوند وفي الشوارع وهذا كله تدفع عليه فلوس، الآن عم تشوف مليارين نعم إنسان عم بيشوفوك يعني عم بيشوفوك وعم تقبض فلوس بعد. صحيح، يعني بالعكس يعني مردود اقتصادي جدا كبير إن شاء الله يا رب. إذن رح نروح لفاصل الأخير من الإعلان وبعده رح نتابع التهاني.